الحق جئناكم ضموا إلينا. أهلا بكم في المقهى. أحيانا لا تملك إلا الصمت اختيارا لبلاغة حديث الوجوه من على المقهى وعلى الهواء مباشرة. نلتقي. مشاهدينا مرة أخرى من على المقهى، سنستطلع الآن أهم ما يقرأه رواد المقهى من أخبار وموضوعات تهمهم في الشأن الداخلي، وسأتعرف على أول الضيوف هنا. أهلا بك، عرفني نفسك. شريف يسري. أهلا بك شريف. حضرتك أمنية أحمد جميل. أهلا بك أمنية. أبدأ معك شريف، أهم خبر بتحب تتابعه في الجرايد أو في وسائل الإعلام؟ موضوع الإضرابات. الإضرابات؟ كان آخر حاجة موضوع الإضرابات بتاعت شرق الدلتا، فدوت كان حاجة أي واحد عنده مشكلة مثلا سيه في المرتب بتاعه، في أي حاجة الأجر بتاعه مثلا مش كويس، بيعمل إضراب. لما أنت بتعمل إضراب بتعود على العائد سلبي، أنت بتوقف عجلة الحياة نفسها. دلوقتي ناس عندها مصالح بتقف، ناس ده كله في أسلوب حضاري ممكن نعمل إضراب. يعني ممكن مثلا، بمعنى ممكن مثلا سيه بدل ما كل العمال يعملوا إضراب، جزء معين من هو يكون معبر عنهم يعمل إضراب، وبنفس الوقت عجلة الحياة بتمشي. طب ما هما بيعملوا اضراب جماعي كلهم علشان اضراب جماعي ضغط. اوكي، ما ضغط، بس الضغط بيأثر على ايه؟ خساره قد ايه يوميا بتحصل؟ لكن بتأثر على الاقتصاد. ممكن الناس تقول ممكن كم من الاضرابات حققت اهدافها؟ كم من الناس اللي عملوا اضرابات تمام والمديرين بتوعهم سمعوا لهم؟ اوكي، حصلت اهدافه وحققوا اهدافهم بعد قد ايه؟ بعد ايه؟ بعد فتره، مش على طول، بعد فتره. خلال الفتره دي خسرنا قد ايه؟ احنا دلوقتي عايزين ايه؟ عايزين نزود مرتبات، عايزين. اوكي، ده كله هيحصل ان شاء الله. بس ان شاء الله امتى؟ ولو ما عملوش اضراب هيحصل ازاي؟ ما لو ما عملوش اضراب تمام، مش شرط اعمل اضراب جماعي كلي. طب ما عملت اضراب جماعي بقف على الحياه. انت شايف يعني شايف انه لما يبقى حد موظفين عندهم مشاكل كبيره جدا وبيعانوا منها على مدار سنين كامله، يعملوا ايه؟ يوصلوا صوتهم ازاي؟ حد مسؤول عنهم، يعني سين مثلا، مش شرط انا ماسك مؤسسه، مش شرط الكم الفرد من المؤسسه حوالي مثلا سي 50 او 60 واحد في المؤسسه يعملوا اضراب. انا وكلنا بنعتصم، بس في مثلا في 10 يطلعوا هما يعملوا يمشوا العجله على الاقل العجله ما توقفش، و40 يعملوا اعتصام. ما العش دول مش هيأثروا في ال 40 بس العجله ماشيه، لكن موضوع كتر الوقفه الاقتصاد ده عمال يقع، الاقتصاد عمال يقع. فاي حد هيجي هيلاقي في صعوبه، اي حاجه هتيجي هتبقى في مشكله هتقابلنا قدام. بس العجله دي الحكومه والنظام بيتكلموا عنها من اول الثوره. انا معاكي، ما فيش حاجه بتتحقق، لازم ضغط عليهم عشان يتحقق. بس انا بتكلم في ان ضغط سي مثلا في مجال مثلا عندك مجال المواصلات، السواقين مثلا او موظفين الكلام ده كله. طب الناس دي كلها عملت دروب، ايه اللي حصل؟ خسرنا قد ايه؟ خسرنا كتير صح؟ لو كان مثلا بدل ما 20 عربيه بتطلع، طب لما الحكومه تقعد معاهم وتحقق لهم اهدافهم يبقى انت كسبت وهما كسبوا. ما انا كسبت وهما كسبوا، بس انا بكلم في نقطه ثانيه زي مش عايز توصل حضرتك. انا بكلم ال 50 بدل ما ال 50 يعملوا اضراب، انت عايز جزء يعمل اضراب والجزء الثاني يشتغل، على الاقل يمشي الحركه. لكن ما وقفش الحركه خالص. وقفت الحركه دي اصلا بتاثر جامد. اكيد يعني الفكره كلها تمام، انا وقفت الحركه دي، طب ما ده كله بيعمل خساره عليا. بدل ما عليا ديون مثلا سي مبلغ اقدر اسده مثلا في سنه او في سنتين، كميه الديون بتتزايد، فبدل بدني بطاطي الناس لمده سنين اكتر. طيب انت الاضرابات اكتر حاجه مضايقاك وهي اكتر حاجه بتتابعها في اصل في اي الجرائد. حد مثلا في مشكله مثلا ما بين شريف وامنيه، اعمل اضراب، اعمل اعتصام، دخلت مساله شخصيه اكتر ما هي مساله يعني مساله وطن. امنيه
انت تتفقي معاه في الراي؟ اتفق طبعا معاه في الراي على اللي بيحصل في البلد. انا لو عايز اعمل اعتصام يعني ما اعملهوش، غلط بيضر البلد. انا هتكلم اولا عن الشهداء، بيتكلموك على طول اللي هم بياخدوا التعويضات ومش عارفه ايه، ما بياخدوش حاجه. انا اخويا شهيد ما خدناش حاجه، عمالك بيقول لك باخدوا 100,000 ومش عارفه ايه و30 واي حاجه اي حاجه بتقال على الشهداء. الشهداء دول ما خدوش حاجه. انا هعدي لحضرتك 100,000 جنيه ورجعي لاخويا، انا مش عارفه اعيش من غير اخويا. بيقول لك خدنا 100,000 وما خدناش 100,000، احنا مش عايزين فلوس. لو مالين الدنيا دي جابونا. وحسن مبارك اللي قاعد بيقول لك قاعد في بصي ما اقدرش اقول لك قاعد هناك عامل ازاي، قاعد ورا وحاسس بحاجه وبيطلع لي بص على نقاله ويعمل لي شعره سواء صبغ شعره، يعني عايز عايش الدنيا دي بالنسبه له عادي، اكنه عايش في قصره والقصر بتاعه احلى من كمان من كده. يعني يشوف الناس الفقراء اللي عايشين دول، يعملوا لهم حاجه، يعملوا لهم مستشفيات، يعملوا لهم مدرسه، يعملوا لهم اي حاجه في البلد. لما تبصي على الجرايد دلوقتي بتحسي ان اخبارها اختلفت عن زمان؟ لا زي ما هي. حسن مبارك اكنه ما اتنحيش، حسن مبارك زي ما هو حبيب العدل عايش حياته عادي. بس محبوس عايش حياته ازاي؟ عايش حياته جوه السجن. لو طلب بابني انت مش مكفيكي ان هم محبوسين؟ مش مكفيني. انا مش هستريح لما ياخد حكم الاعدام، وان شاء الله ان شاء الله يعني قريب هياخده. طب انت شايفه ازاي امنيه احكام البراءات اللي بتطلع دلوقتي كتير؟ انا يعني بصي اخويا الشهر ده الشهر ده المحاكمه بتاعته زي قضيه السيده كده، هو خدوا براءه وقضيات كتير خدوا براءه. القضيه بتاعتنا احنا واثقين 100% هتطلع براءه الشهر ده، يعني احنا واثقين، مش بغدين امل ان احنا اللي مش هتطلع، هتاخد ان شاء الله براءه. انا عارفه زي القضيه الباقي، يعني هي قضيه دار السلام بس، واخويا انا كده برضك طلعوه من التراب عشان يشوفوه برضك يعرفوا الرصاصه دي الضابط اللي ضربه ولا مين اللي ضربه، وطلعوه مش عارفه هو فين، يطلعوه عشان ما يضيعش حقه. وان شاء الله مش هيضيع حقه وهناخد حقه، ولو احنا ما خدناه وهو القضايا ما خدهاش احنا اللي هناخدها بايدينا. احنا مستعدين ان احنا نروح هناك ونقتل، بس لغايه هنخش ازاي؟ يعني المصيبه اللي احنا هنخش ازاي؟ شكرا لحضرتك. ايه كمان بتابعيها امنيه من اخبار؟ يعني زي ما الاستاذ برضك بيقول الاخبار اللي برضك في الدنيا اه كده برضك، برضك مش كل حاجه هنروح نعمل عليها مظاهره، مش كل حاجه هنروح نوقف البلد، برضك عايزين الايام دي. بس الناس اللي عندها حقوق تاخدها ازاي طيب؟ تاخدها ازاي بقى؟ ربنا يعني بقى اللي يحقها. انت عندك حق هتاخديه ازاي؟ مش عارفه بصراحه، يعني ربنا بقى اللي هياخدهن بقى، ولو انا ما خدتوش دلوقتي ربنا ياخدهم منهم في الاخره لما يشوفوا وجه كريم يعني ربنا. انت مع عمال النقل اللي عاملين اضراب ولا مش معاها؟ انا امبارح ماما كان عندها تكريم، مش قادره اقول لك انا كنت واقف في المترو عامله ازاي، زحمه بطريقه فظيعه، يعني الزحمه دي بقت خلاص. يزودوا لنا الميكروباصات شويه، يزودوا لنا المترو كده، يعملوا حاجه في البلد جديده غير اللي هو عملها، يحسسونا ان البلد اتطورت، يحسسونا اللي هو اتنحى وهو اصلا ما اتنحاش، يحسسونا بتغيير في البلد، اخد حق اخويا كده. اشكرك امنيه، اشكرك تشريف، شكرا جزيلا. سانتقل الى ضيوف اخرين لنستطلع ارائهم ايضا وماذا قرأوا في الصحف من اخبار وموضوعات. اهلا بك. اهلا بك. ايه اهم خبر بتقراه في الجرايد؟ انا بتابع الفتره اللي هي حاليه دلوقتي بالنسبه لمجلس الشعب. مجلس الشعب صراحة الامور اللي ماشيه فيه مش مظبوطه، يعني بالنسبه للقرارات، بالنسبه يعني مفيش قرار اتاخد بالنسبه لمجلس الشعب ايجابي لغايه دلوقتي. زي ايه بالنسبه للاحداث اللي بتحصل مثلا؟ بالنسبه زي الاستاذه ما اتكلمت ناحيه الشهداء لغايه دلوقتي على يعني على اعلم مثلا ان هي ما جابوش حق الناس دي حاجه. الحاجه الثانيه امور الشؤون البلد كلها واقفه، انا حاسس ان البلد واقفه، مفيش اي حاجه جديده دلوقتي بالنسبه للبلد. يعني هما كانوا بيتكلموا عن الاضرابات، هل انت مع ان الناس تعمل اضراب او اعتصام او مظاهره، ولا انت شايف ان الوضع في البلد دلوقتي لا يسمح بكده؟ هو لا، هو هيسمح، يعني هو بالنسبه للضغط ده بيجيب نتيجه، بس ممكن تيجي يا اما ايجابيه يا اما سالبه يعني. بس هو دلوقتي مش جايبه ايجابيه خالص يعني بالنسبه للاضرابات، هي بتوقف مصالح ناس، يعني بالنسبه للمواصلات في ناس كتير بتروح شغلها خالص، يعني الضغط كله دلوقتي على مترو الانفاق. طب مش شايف انه كده الضغط كمان على الحكومه؟ لان الحكومه مثلا كانت بتقول انها مش هتقعد مع اي حد عامل اضراب، غيرت الكلام ده وهتبدا تتكلم وتتفاوض، يبقى الناس اللي بتعمل اضراب ممكن تكون بتحقق حاجه.
ما هي في تحقيق يعني، لو في تحقيق مثلا بنسبه 70% بالنسبه للاضراب، ال 30% مأثره على البلد نفسها، يعني مأثره على البلد من ناحيه الاقتصاد واقع عندنا دلوقتي، نسبه الـ عدم الشغل برضو عاطلين دلوقتي قاعدين كتير دلوقتي في البلد. بس عدم الشغل ده ملوش علاقه بالاضراب؟ لا في الاضراب يعني مثلا انا بعمل اضراب في مكان عمل مثلا فبيأثر على الدخل، فمثلا مفيش دخل يعني داخل مثلا محل او شركه منين اجيب ناس تشتغل، مفيش شغل اساسا، فدي نقطه برضو المفروض الواحد تكون في حسبان الناس اللي بتعمل اضراب. اهلا بيكي برضو، عرفيني نفسك. نورة عاطف. نورة، ايه اهم الاخبار اللي انت بتقريها في الجرايد بتتابعيها الايام دي بشكل كبير؟ اهم حاجه ازمه البنزين، يعني مأثره علينا يعني جامد، مأثره على اللي عندهم عربيات واللي ما عندهمش عربيات، دول بيعانوا ودول بيعانوا. بالظبط، يعني ممكن تقفي في البنزينه ساعه ونص وفي الاخر يقول لك مفيش، يا اما يقول لك مثلا تاخدي 10 لتر وبس، يعني انت لو مسافره على طريق هتروحي فين؟ غير طبعا الخناقات اللي بتحصل والناس اللي هي بتاخد البنزين وتبيعه في السوق السوداء وباسعار تانية خالص، يعني اسعار زياده عن السعر العادي اللي هو بيتباع في البنزين. تفتكري مين السبب في الازمه دي؟ هي ما كانتش موجوده قبل كده، انا مستغربه ان هي موجوده دلوقتي. البنزين ده راح فين؟ في ناس بتقول انه في ماكينات خاصه هي اللي واقفه محتاجه فلوس زياده، لا وفي ناس بتقول انه في سوق سودا وفي ما فيش رقابه، فالناس بتبيع من ورا يعني من ورا الحكومه اللي هي مش عامله رقابه، في حاجات كتير يعني. اكيد، وغير كمان انه في اصحاب البنزين نفسهم هم اللي بيطلعوا البنزين ده، هم اللي يعني مش بيبيعوا للناس. تفتكري ايه الدور المفروض الحكومه تقوم بيه عشان تحل الازمه دي، وايه الدور اللي المواطن يقوم بيه علشان برضو يساهم في حل الازمه دي؟ هي توفر البنزين، ما هو راح فين؟ يعني احنا ليه نقف بالساعه وبالساعتين وفي الاخر ما نلاقيش حاجه؟ يعني لازم حل الموضوع ده. غير البنزين ايه تاني من الاخبار بتابعيها اللي انت؟ انتخابات الرئاسه مثلا مهمه بالنسبه لك قوي؟ معرفهاش. هو الواحد متلخبط مش عارف يختار مين، مش عارف فين الاتجاه الصح اللي المفروض يروحه، يعني الدنيا بايظه. ف لغايه دلوقتي من غير ما تقولي لي اسماء، لغايه دلوقتي ما عندكيش اسم محدد هو ده اللي هترشحيه في انتخابات الرئاسه؟ يعني دي اول انتخابات حقيقيه في يعني في مصر، بقى لنا سنين جدا مش بننتخب كده. هل التجربة نفسها مهمة بالنسبة لك، ولا انت شايفها يعني هتعدي زيها زي غيرها، ولا هي مش اهم حاجة دلوقتي؟ هي تعتبر يعني ايه، هي مرحلة انتقالية، يعني المرحلة دي الرئيس اللي هيجي فيها يعني زي ما تقولي مش هيحقق جديد قوي. انا حاسة كده. اشكركم، شكرا جزيلا. مشاهدينا بالامس كان عيد الام، بعد الفاصل سنلتقي مع امهات الشهداء لنعلم من هن كيف قضوا الأمس بدون أهم شيء في عيد الأم، فلتت أكبتهم. بعد الفاصل.